مش قلت لك يا حرب نصيبك لسه مستنيك او نصيبك جالك لحد عندك. طيب احسن يا معلم قبضايا. ما تخافش يا عنايا، انا مش هقتلك، انا بس هغب عليك، اكسر لك ايد، اقطع لك رجل، ادشمل لك وشك، عشان كل ما تبص في المراية تفتكر قبضايا. سامحني يا اخويا، انت عارف ان انا طول عمري عيل وبرجع في كلامي. مبروك عليك يا حربي، انا اللي هخلص عليك. شوف وشك بخير. اركب يا حربي. سلام. ليه كده يا حربي؟ ده انا كنت هقتلك بس. هنلع السلامة يا حربي. الله يسلمك يا بركة، ده انا كنت قاعد شنيرة شنيرة. كده الحمد لله. وادي يا زين، احنا رايحين على فين؟ اي حتة بعيد عن هنا. يا عيني عليك يا بضايا، اتكوم على الارض زي الشوال، تلاقيه دلوقتي متغاظ. يا عم عيني ايه وليلي ايه؟ ان شاء الله يعض في الارض. بس قبضايا كان قصدنا لها يا رجاله، ايه اللي رجعكم؟ الكلام الفارغ ده بقى، ما احنا طول عمرنا مع بعض على الحلوه والمره يا جدع. بعدين بيني وبينك انا قبضايا ده مغلول منه على الاخر. ايوه بس قبضايا طاروا معايا انا مش معاكم، ولو كان حاول يخلص مني النهارده المره الجايه هيحاول يخلص مننا احنا الثلاثه. خلاص يبقى احنا نتغدى بيه قبل ما هو يتعشى بينا. بالهداوه يا زين، بالهداوه. يا عم الكلام ده ما فيهوش هداوه، قبضايا ده مش هيجيبها لبره. انا عارف، انا بقول لك ايه، يا روح ما بعدك روح يا عم حربي. طب بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نسيب الحته ونهج. طيب اقول لها بالكلمه اهو عكاه نهج. قال انا عمري ما هج ياض، وبعدين احنا لو هجينا وسيبنا الحته وخوفنا عمرنا ما هنعرف نرجعها تاني، وهيفضل الخوف طبع فينا. انا شايف ان احنا نوقف القبضايا ده، نتصدى له ونكسر له دماغه، وان شاء الله يحصل اللي يحصل بقى وتولع نار. الحكايه مش عافيه ولا غشوميه يا زين. امال الحكايه ايه؟ نهج زي ما سيباركه بيقول ولا ايه؟ ما ترد يا عم حربي، انت هتتنهد، هنعمل ايه في النصيبه دي؟ اللي انت زين بتعرف تعوم؟ نعم يا اخويا. لا. وانت يا بركه؟ لا انا ما اعرفش اعوم، بس اعرف اغرق. خلاص يبقى نتعلم العوم الاول قبل ما نخش في الغويط. غويط ايه وعوم ايه؟ ايه مسابقه السباحه اللي احنا فيها دي؟ يا جدع انت احنا في ولا في ايه؟ انا خلاص تعبان وجسمي حط وعايز انام. طب والمشكله اللي احنا فيها دي؟ صباح رباح يا زين، الصباح رباح، وبكره ربك يعدلها، وبكره مفيش اقرب منه. الو مين عايزه؟ طب دقيقة واحدة. أكرم أكرم، تليفون عشان مين؟ واحد اسمه كمال. اه ها كمال، ها حاجة مهمة؟ طيب قابلني كمان نص ساعة في المكان بتاعك. سلام. مين كمال ده يا أكرم؟ ده واحد بيشتغل معايا. رجلك عاملة إيه النهاردة يا بابا؟ لا احسن بكتير الحمد لله. الدواء اللي جابته لي يماني امبارح مفعوله زي السهل، الوجع راح في ثواني. طب الحمد لله. امال هي فين؟ نزلت بدري راحت الجرنان. طب استاذن انا بقى. طب مش هتقعد تفطر معانا؟ لا حبيبتي، اصل انا عندي مشوار مهم لازم اعمله قبل ما اروح على القسم. طب مين هيوصل حمزه المدرسه؟ البركه فيك يا منى، خديه بتاكسي وصليه، وانت راجعه عدي على السوبر ماركت هاتي كل اللي انت عايزاه. يلا سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. خلص أكلك حمزة عشان ما تتأخرش المدرسة. ليش نفسي يا ماما؟ ولد اسمع كلام ماما، وإلا مش هجيب لك اللعبة اللي أنا وعدتك بيها. حاضر يا جد. وأهو ايه اللي خلاك تتصل بيا الصبح بدري؟ حصل حاجة في المنطقة؟ حاجة؟ قول حاجات يا باشا، دي المنطقة امبارح كانت هتولع. ليه اللي حصل؟ الواد حربي اللي خرج من السجن امبارح. حربي، عارفه سعادتك يا باشا؟ أيوه عارفه، ماله؟ هو وقبضايا كانوا هيذبحوا بعض. اشمعنى يعني؟ أصل يا باشا في بينهم وبين بعض طرق قديم من سنين، من قبل ما سعادتك يعني تشرف الاسم عندنا. ما تختصر يا واد على الصبح وتقول لي إيه الحكاية؟ قبضايا كان السبب في دخول حربي السجن، لما اتخانق مع عم حربي. قام حربي طالع يجري وجايب سكينه وهوب قام مديله البشله اللي في وشه دي فشوهه، فبقى في بينهم طار ومستحلفين لبعض. المهم ايه اللي حصل امبارح؟ والله باشا انا كل اللي شفته الواد حربي وهو طايح في رجاله قبضايا، واول ما زين جيب العربيه هوب راح نطت في العربيه وخلع. الواد حربي ده شكله مش هيجيبها لبر. ما انا بقول لسعادتك طار قديم. طب اتكل انت على الله وارجع المنطقه، ولو حصل جديد بلغني على طول. يا باشا ده انت تؤمرني، ده انا عينك الساهره في المنطقه. سلامت الله يا باشا. ايه يا روف، عارف الواد اللي اسمه حربي يا ابو العنين اللي خرج من السجن امبارح؟ اجي الاسم الاقيه موجود. فل الوردوشه يا معلمه. ناموسيتك كحل يا سي قبضايا. ليش يا معلمه؟ اصل انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ليله امبارح. هو خيبتك بالليل خلت عينيك يخصموا بعض؟ وانت يا رشدي ما بقاش المعلمه انشراح لو ما اعرفش دبت النمله في الحته بتاعتي. انا استاذنتك يا معلمه ان انا اغب على العيال دي. جري يا بضاي، انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انت استاذنتني تقدبه لو اتلومد، استاذنتني تقص له لسانه لو طولوا عليك، بس ما استاذنتنيش في حربي وفي الطار اللي بينك وبين امه. ولولا ستر ربنا والواد زغ منك بقدره قادر كنت زمانك جبت لي اللبش كله في المنطقه. بقولك يا معلمه، العيال دول شويه عيال مالهمش لازمه. هتي يعني؟ انا اللي بقولك يا بضاي، لو ما بطلتش الغشوميه والغباوه بتاعتك دي انا اجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. دي انا اجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. انت بقى مثل فيلم الجبار المنتقم مع نفسك، روح خد طارك مع نفسك. انا ما صدقت ظبطت المنطقه وسنتكتها، تيجي انت تعمل لي فيها قلق وتنطيط؟ ايه القرف ده؟ كاشح يا معلم. ابعت حد من العيال ينضف لي العربيه ويروقها عشان عايزين نوصل مشوار كده لغايه رشوان بيه. نشوف المصلحه بقى مش التنطيط. بقول لك يا معلم، هو رشوان بيه ما اتصلش ولا ايه؟ انت هتقعد تسيرني ولا ايه؟ ماشيه معاك في النادي انا؟ ابعت اجيب غدا يا ولا؟ ما تقوم تفازي تشوف الشغل. ولا مش عايزين وجع دماغ، اخلع عادي انت وهو من هنا. احنا جايين لمعلمه انشراح. معلمه انشراح دي بتلعب معاك ولا ايه؟ ما توسع عاد من سكتنا، نلعب في عينك الباقي اختيار. شفت يا معلمه؟ العيال دي عيارة فلت، هم داخلين علينا عايزين يتعاركوا ويجروا شكلنا. استنى يا بضاي. استنى يا معلمه، استنى لغايه ما تجمعوا علينا ويضربونا. ما يصحش يا معلمه. استنى واد يا كوتش، في ايه؟ ده الواد زين والواد حرب يا معلمه، عايزين يدخلوا بالعافيه. احنا واقعين في عرضك يا معلمه انشراح. تعالى يا حربي تعالى. الاذن يا ابو الشعوب. غلط غلط اللي بتعمل ايه ده يا معلمه، اكبر غلط. صباح القشطه على احلى معلمه فيك يا مصر.
السجن عدلك لسانك وعلمك القلبان ده يا حرب. كلهم فضلت خيرك يا معلمة. ما تبطل سنتحة يا قاض جرازين، كل شوية جاي لي بتوأم ولا ايه؟ ما تولعاش نار يا معلم أبضايا، خليك محضر خير. احنا جايين عايزين المعلمة بكلمتين وهنمشي طوال. المعلمة ما عندهاش وقت إضافي تضيعه مع الشلحفات اللي زيكم. جرايه يا معلمة، ما تخلي المعلم أبضايا يخف عندنا شوية، احنا عيل غلابة ومش حمل. عايز ايه يا حبيبي؟ قصر. عايز أقول يا معلمة إن احنا كلنا هنا رجالتك، بنلقط رزقنا وبنخدمك بعينينا، والحتة كلها عايشة من خيرك. يا معلمة معلمين الحتة وست ستات البلد. بس انا سمعت انك من ساعه ما طلعت من السجن وانت عامل لبش. انا يا معلمه انا عامل لبش؟ ده انا خارج من السجن وحالف مع التبو تاني، وكل اللي انا عايزه ان اكل لقمه عيش وامشي جنب الحيط. بس نعمل ايه بقى في اللي مش عايز يسيبنا في حالنا؟ تقصد مين يا زين؟ تقصد مين يالا؟ والله يا اخويا اللي على راسه بطحه يحسس عليها. ولا تيو انت اللي جيب سيرته على لسانه اطحوله. شايفه يا معلمه؟ شايفه عمال يقول شكل للبيع اهو. بقول لك ايه، افرد الشراع وقدف لحد العربيه وخلي بالك لا تغرق. يلا يا بضاي، ما قلنا بلاش الهداوه. معلش يا معلمه، معلم ابضايا بس اصل دمه حامي حبتين وحمق شويه، لكن الراجل برضه معذور. اللي حصل مني زمان لازم يخليه زعلان مني. حقه يا معلمه حقه، بس ده كان طيش الشباب يا معلم، وانا خدت جزائي 5 سنين في السجن شفت فيهم الويل، بس كنت استاهلهم. اه والله العظيم كنت استاهلهم، لان في يوم من الايام اتجرأت ومديت ايدي دي اللي تسال قطعها على معلمي وطج راسي المعلم ابضايا، اشرف بلطجي فيك يا مصر. وانا قدامك اهو بطلب منك العفو والمغفره يا معلم. سامح بقى. كنافه، انت بتاكلني كنافه وبتهشتك الشيطان اللي جوايا وعايز تنيمه نونه. انا يا معلم انا عايز انيمه نونه؟ استغفر الله العظيم يا معلم، ده انا بكلمك من قلبي يا معلم. ده انت كبرنا، وانا قدامك اهو جاي لك لحد عندك برجليا، وحاجه من اتنين، يا تسامحني وعفو الله عما سلف، يا تعمل فيا اللي انت عايزه وانا هتقبل بنفس ردي، ولو مش مصدقني ادي راسك اهي. خلاص بقى يا بضاي، الراجل جه حب على راسك وبس راسك واستسمحك، والمسامح كريم. احنا ولاد النهارده يا رجاله، واللي فات مات. اللي تشوفيها برنسيسة، خلاص الشيطان اللي جواها ينام ويشد اللحام. انا شايفه مبطل قلق، عشان المصلحه ما بتحبش القلق. واحنا برضو رجالتك يا معلمه ورقبتنا في داك. ايه يا حربي، هترجع تشتغل معانا زي زمان ولا مالكش مزاج؟ دمونا عيني يا معلمه والله. خلاص ننسى اللي حصل بقى ونكبر دماغنا. مش مهم احنا اللي ننسى يا معلمه، المهم المعلم ابضايا هو اللي ينسى. ما بلاش رغي بقى، ما قلنا الموضوع خلص خلاص. امرك يا معلمه. من بكره تنزلوا الشغل، بس اخر النهار ترجعوا لنا بحاجه عدله. ولا ايه يا حربي؟ ايه ايه يا معلمه، هو في بعد يقولك قول؟ اهم حاجه بس ان المعلم ابضايا يرضى علينا، ده برضه كبير الحته واحنا ما نقدرش على زعنا. خير يا بركة. يا دنيا فينك يا دنيا، وحشاني فينك من زمان. انا موجوده يا اخويا، هو الحمد لله كويس. بقول لك ايه، ما شفتش حربي؟ لا حربي راح مشواره لسه ما جاش. مشوار؟ طب بقول لك ايه، لما يجي قول له يحصلني على الخن بتاع زمان. اوعى تنسى يا بركة. لا لا الخن لا حمد، انا اول ما يوصل هقول له على طول. ماشي ماشي. سلام سلام. خن احلى حاجه الخن ده. سلمها لله واعمل ايه؟ السلام عليكم. صباح الخير يابا. هو انت جرى ايه يابا؟ ما وحشتكش ولا ايه؟ ايه اللي فكرك بينا؟ انت دايما على بالي يابا، بس انا اللي كل ما اجي اشوفك ما بتدينيش ريق حلو. ولا ما انت عارفه كده، ايه اللي بيجيبك؟ جرى ايه يابا؟ هو عيب يعني ناجي اشقر عليك؟ لا والله فيك الخير. ماشي خد دول يابا، خليهم معاك. ايه دول؟ فلوس تفك بيها زنقة. خد فلوسك الوسخة دي وامشي من هنا، وسبق قلتلك كده قبل المرة 20. بقولك ايه،
انت لا بنتي ولا انا عربك، وانا متبري منك ليهم الدين، واحمدي ربنا ان انا كبرت وتهديت. انا لو بعبيتي يا بابا كفايه بقى مكبره بقى، حرام عليك، ده انا بنتك من لحمك ودمك، وهفضل بنتك كمان لحد ما اموت، عجبك او ما عجبكش. خد الفلوس دي يابا، خليها معاك هتفك زنق. الدنيا بقت غالة اول يومين دول يابا، وانت كبرت خلاص ما بقتش قد الشغلانة دهيا، حقيقتك بقى تبطلها. امشي امشي. حاضر همشي، هبقى اجي شقر عليك بعد كده. سلام. يا رب ليك يا رب. صدق لا ده انا صدقت كل حرف قلته وانت بتثبت قبضايا. ان كان لك عند الكلب حاجه اقول له ايه؟ قول له يا معلم. واحنا هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنريح، وبكره من النجمه هننزل الشغل نلم الخرده اللي في السوق كله ونعلم نقطه على قبضايا. يا ابني يا حربي ده انت دماغك بقت سم ياض. طب ايه؟ سبع على طبع؟ سبع طبعا يا عمنا، ده احنا معانا الكوماندا بحاله. الحمد لله. على فكره يا حربي، عارف مين جه النهارده سال عليك؟ مين؟ البت دنيا، بس حلاوه قوي يا حربي، وبتقول لك انها مستنياك في الخن. والله؟ اه. طب بالاذن انا خمسه بقى. طبعا طبعا يا سيدي، بنلاقي احبابه. روى نفسك قوي. بقول لك ايمو، كوبايه شاي وحجر معسل ياض. زين، انا اروح اتفرج. اتفرج اخويا اتفرج. القعده دي ما بقتش من مقامك يا ست الستات. جرى ايه يا حربي؟ انت هتقطمني انت راخر؟ ده انا حتى النهارده جايه مخصوص علشان اشوفك واعتذر لك على حصل امبارح. يعني ايه؟ يا سلام، مش مصدقني ولا ايه؟ طب زمان كنا من طبع، لكن دلوقتي هتيجي تسالي عليا بتاع ايه؟ بعد ما بقيتي بسم الله ما شاء الله نجمه في السماء بتلالي، وانا يا دوبك لسه خارج من السجن وضاربني السلك على الاخر. يا ولد يا ولد، الست مهما عليت عمرها ما تنسى اول راجل عرفته في حياتها، وانت مش اي راجل يا حربي. اخ ده انت بقيتي حويطه يا بت، اوعى تكوني فاكره انك هتعرفي تشتغليني وتعمليهم عليا زي ما بتعمليهم على عنتر بيه بتاعك. اشتغلك؟ اشتغلك على ايه يا حسره؟ وانت حطك حاجه يا اخويا. ايوه، لكن التاني اظن سجبت فلوس ومليانه لتمه عينها. ايه رايك بقى؟ وكل منانا نرد علي. بذمتك يا دنيا مش مكسوفه وانت بتقولي الكلام ده قدامي؟ ايه؟ ما عادش في حياه؟ جرى ايه يا حربي؟ انت هتعيش عليا الدور انت كمان ولا ايه؟ مش كفايه البوقين اللي بسمعهم من ابويا كل ما اجي الحاره؟ ولا هتبقى انت وهو عليا؟ وبعدين يعني انا عملت ايه؟ حبيت اهرب من الفقر ولا كان عاجبك حالي يا اخويا وانا مدفونه بالحايه؟ وبعدين تعالى هنا، انت نسيت الكلام بتاع زمان؟ عايزين نشوف الدنيا يا دنيا، كفايه بقى الضلمه يا دنيا، اتخنقت يا دنيا، كيكه على العالي ولا نسيت؟ ما نسيتش ولا حاجه، بس يعني انت الكيكه طلعت معاكي في العالي قوي قوي واتنطرت لفوق، وانا لسه في الكيكه على الواطي. بسيطه. اسمع كلامي بقى يا سيد الناس علشان تكسب ونرجع مع بعضينا الذي مضى، بس بعيد بقى عن جو الخنقه اللي انت فيه ده. بذمتك ده منظر واحد يعرف يجي يقف جنبك؟ ده عزام بيه بتاعك وكان ناقص يضربنا بالشلوت ويرمينا بره الكباريه. وانت مالك اصلا ومال عزام؟ انت ايه اللي هيجيبك الكباريه؟ بقول لك ايه؟ ادي دي نمرتي وعنواني، ابقى اتصل وعدي عليا. ماشي، بس على الله ترد يا دندن. يا سلام، يا واد بطل غلاسه، ده انا جايه هنا اصلا عشان اراضيك. بقول لك ايه؟ خد دول. ايه دول؟ فلوس عشان تمشي فيها حالك كده، تفك فيها الزنقه. حط فلوسك في جيبك يا بت، انا حرب المهدي، لو اموت من الجوع ما اخدش فلوس من واحده ست، فاهمه؟ اعتبرهم سلف يا اخي. ولا حتى سلف. طيب خلاص، ما تبقش كده في وش امال، انا هدفي بس ان انا اخدم. يعني لو انت كده احنا وبعضينا كده يعني ما خدمناش بعض، وقفنا جنب بعض، مين بقى اللي هيسندني؟ لو احتجت حاجه ولا عاوزت حاجه هبقى اجيلك انا.
ماشي. انت تأمر يا سيد الرجالة. اما مش انا بقى عشان اسيبك تشوف شغلك واشوف انا كمان شغل. هستنى تليفون. هيحصل يا دندن. طب بقول لك يا بنت بس ده احنا في عز النهار. طب ما احنا كنا زمان في عز الظهر، ايه المشكله يعني؟ زمان كنا عيال لكن دلوقتي كبرنا. يلا انت بقى زق عجلك قبل ما حد يطب علينا، انا مش ناقص قلق. ماشي هتوحشني. وانت كمان. هستنيك. ماشي. ليه؟ ليه يا حرب؟ ما بصش ليه يا اخي؟ ده انا سايب القهوه وجاي عشان اتفرج. حقك عليا يا ابو بركه. جاي كتير. سمعت مني يا اخي. باكل بسكوت. دنيا دعاء اخص عليكي. ازيك يا بنت؟ وحشين يا بنت اخص عليكي. تبقى جايه المنطقه وكمان معديه من تحت بيتي، ما يهونش عليكي تسلمي على بنت عمك يا اختي. ما انتي ما تساليش، ما انا سايبه لك عنواني ورقم تليفوني، ولا عمرك جيتي ولا سالتي. اعمل ايه يا بنتي؟ ما انا مطحونه في الشغل، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، عامله زي الطر اللي بيلف في ساقيه. إيه؟ انت لسه شغاله في الكافيتيريا بتاعت وسط البلد يا اختي؟ انا لقيت احسن منها، اعمل ايه؟ طب بقول لك ايه، انا ما وريش حاجه النهارده، ما تيجي اوصلك ونقعد مع بعض شويه، اصلك وحشتيني قوي. انت كمان يلا بينا. يلا تاكس. تاكس بنت انت معاك فلوس؟ طب عليك يا بيت ده انا دنيا. واخدينه على فين يا باشا؟ وسع انت مالكش دعوه. بس افهم باشا. باشا مفيش حاجه، اكرم بيه ظابط المباحث بعت عايزني. طب وده عايزك في ايه يعني؟ لا مؤاخذه يعني يا باشا، تلاقيني وحشته ونفسه يعزمني على فنجان شاي، اصله ما بيعرفش يشرب الشاي غير معايا. طب انا جاي وراك. مفيش داعي، انا مسافه السكه اوصل اسمه اشوفه عايز ايه واسلم عليه وارد على طول، وماضيه باذن الله. اركب يا ابني انت وهو. يلا يلا يا زين. هم واخدين حربي ورايحين على فين؟ الله صحيح انت عرفتي ان حربي خرج من السجن ورجع لحته تاني؟ عارف. انت لسه بتحبيها يا بنت يا دنيا؟ بتحبيها يا بنت؟ حب ايه وكلام فارغ ايه؟ الحب ده موضه قديمه خلصت من زمان. امال جيتي لحته النهارده ليه؟ مش عشان تشوفيه ولا انا بتهيألي؟ اوعي يا بنت تكدبي عليا وتقولي انك جايه تشوف ابوكي، ده انت بقالك زمن ما عتبتيش الحته ولا شفتيها. بصراحه الواد كان وحشني قوي. طول عمره عاجبني ودخل دماغي من زمان واحنا صغننين قد كده، بس خلاص بقى. حب ايه؟ انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. الحب ده يا اختي حاجه كده نتفرج عليها في الافلام بس. ده انت. انا برضو. بصي يا بت ادخلي جوه واقعدي اطلبي كل اللي انت عايزاه، عقبال ما اغير هدومي استلم الورديه واجي لك على طول. كله كله؟ لا على حساب يا بت يا بخيل. ايه يا دعاء اتاخرتي كده ليه؟ هكون اتاخرت ليه يا اختي؟ كله علشان المواصلات. ماشي. صباح الخير يا استاذ فتوح. توك ما وصلتي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. معلش بس انا كان ليا طلب صغير عندك، يعني ينفع اقدم على سلفه بس لحد اخر الشهر وحضرتك توافق لي عليها؟ هو كل شهر سلفه يا دعاء؟ معلش يا استاذ فتوح، ما هي الظروف بقت صعبه قوي والله. ما كلنا ظروفنا صعبه يا اختي. يعني ايه؟ مش هينفع؟ لو فتحت مخك معايا اي حاجه في الدنيا ممكن تنفع. لا يا سيدي شكرا، الله الغني. كل ده عشان بطلب سلفه من مرتبي اللي انا شقيانه بيه طول الشهر؟ كتر خيرك يا سيدي، اهو الشهر قدامه يومين ويخلص، ابقى اقبض مع اللي بيقبضه. براحتك، بس على فكره مخصوم منك يومين. انا ليه؟
قاعده ترغي معايا في كلام فاضي وسايبه الزباين. يلا شوفوا شغلك. حاضر. ترابيزه ست. حسبي الله ونعم الوكيل.